السلام عليكم واهلا بكم حضراتكم اكيد متعودين على الاخبار اللي من نوعية سرقة المساعدات المصرية والمتاجرة بمجاعة اهالي رفح والمتاجرة بالاطفال على الحدود المصرية وعلى فكرة قصة المتاجرة بالاطفال دي بنجهز لها حلقة هتتم اذاعتها بكرة ان شاء الله المهم ان في فيديو انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا لمواطن من غزة بيشتري بيشتكي انه اشترى خيمة من المساعدات القطرية علشان يعيش فيها هو واسرته اشتراها بكام بقى اشتراها ب 3000 شكل او ما يعادل 800 دولار وخلي بالك ان الخيمه دي اصلا مجانيه بتدخل لغزه من ضمن المساعدات يعني المفروض ان كل اسره نازحه بيتم تسليمهم خيمه علشان يعيشوا فيها وطبعا بيكون معاها مواد غذائيه وشويه ادوات بسيطه للمطبخ واغطيه ومراتب وحاجات زي كده. لأنه الخيمة دي هتتحول لبيت مؤقت بعد كده، علشان على الأقل النازحين يعيشوا فيها بأقل درجة من الكرامة الإنسانية المتاحة. فاتضح يا فندم إنه في أفراد تابعين لحماس بالإضافة لتجار غزة الحرامية اللي اتكلمنا عنهم قبل كده كتير ولسه هنتكلم عنهم تاني في حلقات جاية. لأن دول ليهم حساب عسير معانا، لأنهم أعداء مباشرين للدولة المصرية وللشعب الفلسطيني. علشان تبقى فاهم لان الكلاب دول سبب في الازمه الانسانيه اللي بتحصل في رفح وغيرها من المناطق في قطاع غزه ودول برضه سبب تشويه صوره الدوله المصريه ولكن المهم ان حراميه من حماس وحراميه من تجار فلسطينيين موجودين في قطاع غزه بيستلموا المساعدات دي وبيبيعوها للناس باسعار فلكيه. المفاجاه ان المواطن الفلسطيني اشتغل خيمه دي علشان يعيش فيها هو واسرته ودفع فيها زي ما قلنا 3000 شيكل او حوالي 800 دولار بشرط انه يشتريها فاضيه بدون اي مساعدات غذائيه ولا ادوات مطبخ ولا اي اغطيه ولا اي حاجه. مجرد خيمه فاضيه تماما يعني اشترى حته قماش علشان تغطيه هو واسرته وما يبقوش مكشوفين بس قدام الناس يعني ينصب الخيمه ويدخل ينام جواها وانتهينا ينام على الارض بقى كمان طبعا لو عايز يشتري الخيمه بكافه مشتملاتها فهو هيدفع اسعار اغلى من كده بكتير جدا وهي دي محترم معيشة أهالي غزة النازحين في رفح الفلسطينية اللي عايشين في عذاب بسبب إخواتهم الفلسطينيين اللي من لحمهم ودمهم اللي بيبيعوا ويشتروا فيهم واللي حرفيا مخليين عيشتهم جحيم وتخيل لما فلسطيني يذل فلسطيني علني فانت مستني ايه من باقي الجنسيات ما هو اكيد المصري ولا الخليجي ولا اي شخص من اي جنسية تانية هيساعد الفلسطيني مرة واتنين التالت هيقول له خلاص بقى كفاية بقى ما عطلكش ده انت كلت دماغي وصدعتني ما انا ببعت مساعدات وبتتسرق طب انا اعمل لك ايه؟ إذا كان أخوك الفلسطيني ابن أمك وأبوك بيذلك وبيهينك وبيدوس عليك بجزمته وبيبيع لك المساعدات المجانية اللي أنا ببعتها لك فالمفروض إن أنا أعمل لك إيه تاني؟ والله لو قلت لك صوابع العشرة شمع ما هيكفيك وهيجي واحد منك وفيك ويقطع صوابعي ويتاجر بيها عليك اقسم بالله العظيم انا من كتر اللي شفته من عمايل الحمسوية في الغزاويه بقيت بتمنى انهم هم واليهود يفضلوا يحاربوا في بعض لحد ما يقضوا على بعض تماما وبقيت بقول في حق حماس واليهود اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ما احنا جبنا اخرنا منكم يا اخي اقسم بالله اقسم بالله انتوا العن من اليهود واليهود العن منكم سبحان من بيسلط على ابدان على ابدان. إحنا بقالنا ست شهور بنبعت مساعدات مجانية والمساعدات ما بتوصلش للناس والناس بتشتكي وبتعيط وبتصرخ. المساعدات بتتسرق وبتتباع في الأسواق. كنا بنقول إن المساعدات المصرية بتتسرق ولكن المساعدات اللي من الدول الخليجية التانية وتحديدا قطر بتوصل للناس. ده على حسب تطبيل الشبكات الإعلامية التابعة لقطر وإن حماس لا تجرؤ إن هي تسرق المساعدات القطرية. طب إيه رأيك إن المساعدات القطرية بتتسرق ومن أول أسبوع في الحرب؟ وجيش الاحتلال الاسرائيلي فضح ده صوت وصوره اصلا الكلام ده مش جديد ده الكلام ده تم الكشف عنه في شهر ديسمبر 2023 20. يعني المقطع المنتشر على السوشيال ميديا واللي هنشوفه خلال لحظات مش حاجه جديده ده موضوع معروف من زمان فتعالوا نشوف الفيديو ونرجع لبعض تاني شايفين يا جماعة الخير الخيمة هذه مساعدات قضائية بس ما جدتش مساعدة شريتها بفلوسي 3000 شيكل ما بقى 800 دولار المساعدات القطريه، الخيم هدول بنباعا للناس النازحين في غزه. أنا عايز أسأل سؤال. مواطن غزاوي بالهيئة دي وبالظروف الصعبة دي اللي هو عايش فيها يجيب 3000 شيكل منين؟ حد يفهمني. هتقول لي إن هو نزح من شمال غزة ومعاه مدخراته. يا سيدي ماشي. هيدفع أول مرة وهيدفع تاني مرة ولكن باقي الشهور هيجيب فلوس منين؟ ده سؤال هيخلينا نتجنن والتجار اللي بتسرق المساعدات بتبيعها ازاي للناس وغالبية السكان دول بقالهم ست شهور خارج مناطقهم ومن غير شغل ومن غير رواتب فناس لو صرفت شهر ولا شهرين طيب الاربع شهور الباقيين اللي هم عاشوهم في رحلة النزوح صرفوا فيهم منين وجابوا فلوس ازاي واشتروا المساعدات بالمبالغ الفلكية دي ازاي والناس اللي بتقول دفعت عشرات الالاف من الدولارات علشان تخرج مع اسرها من غزه، جابوا فلوسهم دي برضه منين؟ وهم طول عمرهم بيشتكوا من الفقر. ده اللي بيوصل لنا منهم عن طريق الفيديوهات اللي طول عمرهم بيعملوها في غزه. ما هو ده مش منطقي يا جماعه، ما هو اهالي غزه دول مش مكان اي تي ما هو اكيد في نقطه انا مش فاهمها في الحوار ده. او ممكن نقول ان اللي بيحصل ده لغز. احنا بنسمع ارقام فلكيه خلال الفيديوهات اللي بيتم تصويرها في رفح بخصوص اسعار المواد الغذائيه اللي هي في الاصل مجانيه يعني كرتونه ب 500 دولار وكرتونه ب 1000 دولار وخيمه فاضيه ب 800 دولار ايه الاسعار دي يا جماعه ولسه لما تسمعوا اسعار الدقيق ده لسه الصدمه جايه انا بمهد لكم بس علشان اللي هتسمعوه ده هيبقى اغرب من الخيال فوسط المأساة دي الناس بتجيب الفلوس دي منين اصلا ده لغز ملوش حل بصراحه ولكن حضرتك واخد بالك انه الخيمه اللي ظهرت في الفيديو من المساعدات القطريه اللي الذباب الالكتروني التابع لقطر بيطبله على السوشيال ميديا انه المساعدات القطريه ما يقدر يسرقها طب ايه رايك ان حماس بتسرق قطر علني ومساعدات قطر المفروض ان هي مجانيه ولكن بتتباع للناس في غزه باسعار فلكيه زيها زي المساعدات المصريه وباقي المساعدات فمعلش بقى ممكن الذباب الالكتروني القطبي يفهمنا ازاي المساعدات القطريه بتتسرق وبتتباع مش قطر دي دولة عظمى والمفروض ان مساعداتها توصل للناس بشكل مباشر ولا هي حماس بتستغف القطر اللي قطر في الاصل بتصرف على حماس ما احنا عايزين اجابة على السؤال ده يا جماعة عموما في شهر ديسمبر 2023 اتهم الجيش الاسرائيلي رسميا حركه حماس بسرقه المساعدات الانسانيه ونشر جيش الاحتلال فيديو على حسابه الرسمي في منصه اكس بيظهر فيه عناصر من حماس بيضربوا المدنيين الغزاويه وبيسرقوا المساعدات الانسانيه. طبعا جيش الاحتلال هو اللي بيقول على البلطجيه اللي ظهروا في الفيديو ان هم عناصر من حماس مش احنا اللي بنقول ده حسب التوصيف الاسرائيلي ولكن طبعا ده امر مش مستبعد تعال نشوف الفيديو مع بعض ونرجع لبعض تاني أنا عايز حضرتك تتأكد إن عملية توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي غزة فيها فساد للركب، والكلام ده قاله أكتر من صحفي فلسطيني داخل رفح وغيرها من مناطق قطاع غزة. ده غير أصلاً إن أهالي غزة اللي قدروا إن هم يسافروا لمصر عن طريق معبر رفح البري نشروا شهادات لوكالات إخبارية عالمية بإن المساعدات اللي بتدخل من مصر لقطاع غزة ما بتوصلش أصلاً للناس. يعني الناس دول كانوا عايشين في قطاع غزة وشافوا المساعدات المصرية وهي بتدخل ولكن شاحنات المساعدات بتتسرق يعني احنا من الاخر بندفع من لحمنا الحية علشان نعبي كروش تجار غزة وبلطجية حماس ويا ريت المساعدات بتاعتنا بتوصل للناس اللي محتاجة ولكن ده بيتم سرقتها وبيعها ومع ذلك لسه بنبعت الموضوع ده لازم الدولة المصرية تتدخل فيه وتشوف حل الناس بتموت من الجوع في غزة والكلاب سواء التجار او بلطجية حماس بيسرقوا قوت الناس لازم العالم كله يتدخل لإيقاف المهزلة دي طب انت تعرف ان شبكة الحجة الامريكية نشرت شهادة لصحفية غزوية وثقت بالدليل سرقة المساعدات المصرية من طرف تجار غزة لدرجة ان شكاير الدقيق اللي مصر بتبعتها للأسر علشان على الاقل يخبزوا لقمة لو عيش لولادهم فالشكاير دي بتتسرق الشكارة الواحدة وزنها 30 كيلو بتتباع في غزة ب 276 دولار والله عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك شد في حواجبك او ميت من الجوع. هم دول تجار غزه اللي أهليهم واخواتهم ولحمهم وعرضهم وشرفهم بيموتوا قدام عينيهم من الجوع عادي جدا. نساء واطفال وشيوخ وسايبينهم لمصيرهم. اهم حاجه ان هم يبيعوا المساعدات المجانيه بمبالغ فلكيه علشان يكسبوا مبالغ هائله من لا شيء من دم اخواتهم. وبعد كده تيجوا تشتموا في مصر وتشتموا الجيش المصري وتحرضوا ضد مصر وتحرضوا على اقتحام سيناء وانتوا اللي بتذلوا بعض داخل قطاع غزه. يعني الفلسطيني بيذل الفلسطيني، والفلسطيني شايف الفلسطيني اللي زيه بيموت من الجوع وسايبه. والتاجر الفلسطيني بيسرق المساعدات المصريه والقطريه وكل المساعدات اللي تتخيلوها من كل الدول وبيحتكرها ومش بيرضى يسلمها لاخوه الفلسطيني اللي بيموت من الجوع قدامه غير لما يبيعها له بمبالغ فلكيه. يا جماعة اللي بيحصل في قطاع غزة أقسم بالله شيء في منتهى القذارة والحقارة كيس الدقيق وزنه واحد كيلو من ماركة مشهورة جوه مصر عامل حوالي 40 جنيه ده بالكتير قوي يعني اللي هو حوالي كده بالدولار 86 سنت وده سعر غالي لان هو المعدل بتاعه 30 جنيه عشان تبقى فاهم يعني لو قلنا 30 كيلو دقيق فاخر ماركة معتبرة هيعملوا بالكتير جدا 1200 جنيه يعني حوالي 26 دولار خلي بالك دول 30 كيلو دقيق فاخر من اجود الانواع اللي موجوده يعني مش دقيق عادي ولا دقيق وخلاص لا انا بكلمك على دقيق عالي القيمه وفاخر وال30 كيلو منه عاملين 26 دولار في السوق المصري انا حاسبها بسعر التجزئه مش بسعر الجمله علشان احاول اوصل لاعلى سعر ممكن تخيل ان نفس كميه الدقيق دي اللي هي في مصر ب26 دولار ممكن تلاقيها في غزه وجوده ربما اقل الشكارة منها بتتباع ب 267 دولار يعني نفس الكمية بتتباع بجودة أقل في غزة بحوالي 13 ألف جنيه مصري يعني بتتباع ب13 ضعف ثمنها في السوق المصري أقسم بالله لو أهالي غزة بيتعاملوا مع الصهاينة ما هيعملوا فيهم كده الفلسطيني بيزل أخوه الفلسطيني علشان يبيع له دي الدقيق لا حول ولا قوة إلا بالله أنا مش هقول حاجة غير حسبي الله ونعم الوكيل فكل واحد افترى الكذب على الدولة المصرية وعلى الشعب المصري وعلى الجيش المصري، ربنا منتقم جبار، وربنا يلطف بأهالي غزة وينجيهم من العصابة اللي بتذلهم وبتهين كرامتهم. وقبل ما أختم خليني أقول لكم أبوكم لبوا قضيتكم. في النهاية حفظ الله مصر. حفظ الله الشعب المصري العظيم، تحيا مصر، تحيا فلسطين حرة مستقلة. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.